حتى العلم مال المدرسة صار تجارة. اي والله لا قراية لا كتابة ولا كل شيء. هسه انا عندي اثنين بالمدرسة قاعدين بالبيت، متأكد انا 100% ساقطين يعني يرسبون. زين وهاي شنو الحل؟ الحل ما ادري يمهم هم بعد ما اعرف. رقابة خليه يسوي رقابة ما ادري شنو. هسه المدارس مسدودة والقراية على الانترنت. زين الانترنت ما يخالف على عيني وعلى راسي. وفر الانترنت يعني. وفر له مو على المجاني، عوف المجاني ما عدها ليش لا يتوفر. وفر مثل ما وفر مثل طفل يقرا يوم كامل. تدري ايش قد يقرا؟ الشده انترنت ب 6000 دينار ب 8000 دينار ماكو. 3 ساعات 4 بس 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 فتح المقاطع خلص الانترنت. لازم الشد من جده وجديد صح. وراح ترسب جو ولدنا كلهم ويريدون العلم يتطور بالعراق. وينكو علم يتطور؟ وين يتطور؟ كورونا كلبوا بيها. هسه احنا كنا ما لابسين كمامات.